الاطلاع على الخطط الموضوعة لحماية زوار أربعينيات الإمام الحسين عليه السلام. والغاية الأخرى هو للوقوف على درجة استعداد القطاعات. طبعا القطاعات اللي مكلفة بواجب الحماية هي مكونة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي. طبعا قسم من القطاعات هي قطاعات في كربلاء أصلا من نظام معركة قيادة عمليات كربلاء المقدسة، والقسم الآخر هي احنا أرسلناها من الفرق والتشكيلات الموجودة في بغداد وفي المحافظات الأخرى دعما لهذه الخطة. طبعا القطاعات اللي مشتركة في تنفيذ هذه الخطة هي قطاعات متمرسة على هذا الواجب، ومنذ 17 عاما اللي مضت هم ينفذون نفس الخطة وعندهم خبرة كبيرة في هذا الجانب. ولكن احنا بالعسكر نحسب أسوأ احتمال. انا متأكد ومطمئن انه ان شاء الله المناسبة تنتهي والخطة تنفذ بنجاح وبدون اي خسائر ان شاء الله، ولكن احنا نحسب أسوأ احتمال. فأطلب من اخواني واولادي القادة والآمرين والضباط والمراتب بأن يتخذوا كافة تدابير الحيطة والحذر، تدابير الحيطة والحذر، لأنه العدو يعمل على الغفلة. يعني العدو يراقب المقاتل ومن يلقي غفلة هو ينفذ المآرب اللي هو يريدها، وبالتالي الخطة يصير بها فتح خلل. فإن شاء الله أنا مطمئن أنه الخطة تنفذ بنجاح. نحن عندنا قواطع ثابتة قبل هذا الخطة، عندنا قطاعات منتشرة في الغرب وفي الجنوب وفي كل العراق، وأضف إلى ذلك هذه القطاعات اللي أرسلناها هذه تعزيز لخطة الحماية. نحن عندنا شقين، حماية خارجية اللي هي المقتربات، وحماية داخلية اللي هي ضمن المحافظة والطرق المؤدية إلى المحافظة. فإحنا ماخذين نظر اعتبار كل الأمور. مطمئن يعني عندنا مراقبة، عندنا طيران، وعندنا أيضا قطاعات ماسكة. احنا ما ننطيك عدد، أنا أقول لك عندي 5000 و10000، عندي تشكيلات ووحدات، احنا نتعامل بوحدات. يعني أقول لك احنا عززنا قيادة عمليات كربلاء المقدسة بعدد من التشكيلات، قسم منها من الجيش وقسم منها من الشرطة الاتحادية، وصلت اليوم والحمد لله.